السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوجد العديد من الطرق للربح من الإنترنت. هل أصبح الربح من الإنترنت مهمة صعبة؟ لقد جعلت ثورة الذكاء الاصطناعي الناس في حالة تخوف شديد من المستقبل بسبب الأخبار المنتشرة عن احتلال الذكاء الاصطناعي مكان البشر وهزيمة الإنسان في القيام بجميع المهمات. هل هذا صحيح؟ الإجابة نعم ولا في نفس الوقت. هل سيتم استبدال البشر؟ نعم. هل سيتم استبدال جميع البشر؟ الإجابة قطعا هي لا، لن يتم استبدال إلا الأشخاص الذين لا يواكبون التطور ولا يستخدمون التكنولوجيا الجديدة في صالحهم وليس العكس. فيمكن الربح من خلال كتابة المقالات، مثل كتابة المحتوى عن طريق الفريلانسر العمل الحر، أو كتابة المحتوى عن طريق امتلاك موقع إلكتروني، أو الربح عن طريق تقديم الخدمات، أو الربح عن طريق بيع المحتوى الإلكتروني مثل الدورات التدريبية والكتب الإلكترونية، أو ربح الأموال عن طريق كتابة الإعلانات المختلفة للمتاجر الإلكترونية وصفحات الفيسبوك أو على مختلف المنصات الاجتماعية لبيع السلع والمنتجات.